طبعا ده لمياء صاحبتي فعلا، هي كانت اليوم ده، انا عارفه لمياء يعني صاحبتي كويس، وكانت زميلتي في انتي في. لمياء عملت الصح، انا مش شايفه ان ده ليها اي علاقه بعدم المهنيه. واحده ابنها كان ميعاد الحضانه جه، يعني ايه المشكله لما تعمل، يعني هي ده لود عليها، ده ضغط عليها ان هي تعمل حاجتين في نفس الوقت، تشتغل وفي نفس الوقت ابنها على كتفها على ايد واحده والايد التانية مايك. صعب اصلا شيله المايك للبنت محتاجه عضلات، انت تقف بمايك حبه حلوين وتعمل لقاء مع حد سواء مسؤول او غير مسؤول، ده محتاج تتعب. احنا بنتعب يعني، احنا كمان بنتعب. فتخيل بقى لو ايد التانية عليها ولد وعنده سنه وثمان شهور، يعني مش بيبي، يعني مش بيبي قوي يعني. فشابو لمياء، وانا بشكر الرئاسه ان هي اصلا اهتمت ولفت نظرها، وفعلا يعني واخدين بالهم من المعاناه اللي احنا بنعانيها والتعب اللي احنا بنتعبه كمراسلات. انا بتك جدا على كلمه مراسلات مش مراسل، مراسلات. مهنه المراسل للبنت صعبه جدا وشاقه جدا، وبتتعرض لمتاعب كتير وانتقادات كتير في الشارع. فانا بشكر الرئاسه جدا، وبشكر رئيس السيسي ان هو اهتم بلمياء حمدين، ونفسي يبقى ده الترند بقى، يعني الفتره الجايه الناس تبص للمراسله البنت بصه اكثر اهميه واكثر احتراما، بتقدر شغلها وتقدر تعبها. انا مش متجوزه وما عنديش ولاد، بس انا عارفه يعني ايه بنت ست متجوزه معاها بيبي وتنزل الشغل كمان في الشارع في مصر. فانا بشكر رئيس السيسي وبشكر مؤسسه الرئاسه، لان هي فعلا اهتمت بحاجه زي كده. يعني ده دليل على ان هم واخدين بالهم من كل حاجه بتحصل، واخدين بالهم من كل السوشيال ميديا اللي بيحصل على السوشيال ميديا. ساعات طبعا بيحصل حاجات ايجابيه وحاجات سلبيه، دي حاجات السلبيه، لان لمياء حمدين في الاول اتخذت بشكل سلبي، لكن بعد كده الناس تعاطفت معاها. بس فانا بشكر الرئاسه وبشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، لان هو فعلا اهتم بيها واهتم شكرها على يعني ده دفع للامام ان هي تكمل، لان واحده غيرها وشافت كل الانتقادات دي كان ممكن تعصبيتها على فكره. وشوشه، الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد العوالي. www.washwasha.org